بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمرين رقم 12 حول درس المستقيم المدرج ومعلم المستوى للسنة الأولى إعدادي الموسم الدراسي 2019-2020. OIG معلم متعامل للمستوى. أصغر مثل النقط A ذات الإحداثيتين ناقص 2 و 3 و B ذات الإحداثيتين 5 و 3 و E ذات الإحداثيتين 5 و ناقص 2 و F ذات الإحداثيتين ناقص 1 و ناقص 2. بصغرة بين أن المستقيم AB يوازي المستقيم OE. صغيرة استنتج أن المستقيم EF يوازي المستقيم AB. انقل هذه المعطيات في دفتر التمارين، ثم خذ دفتر البحث وأنجز التمرين. سنلتقي بعد قليل لتصحيحه معا. يلا نبدأ الجواب. الصغيرة شكل هذا رسم محورين متعامدين، ثم نمثل النقط الأربعة A و B و E و F. يلا نبدأ بتمثيل النقطة A ذات الإحداثيتين ناقص 2 و 3. نحدد مكان الأفصول، غادي نستعمل هذا اللون. الأفصول هو ناقص 2 والأرتوب هو 3. ثم نأخذ البركار لتحديد مكان هذه النقطة بدقة. القوس الأولى أنشأتها، الآن القوس الثانية، وتقاطع القوسين يعطينا مكان النقطة A. النقطة B ذات الإحداثيتين 5 و 3. الأفصول هو 5 والأرتوب هو نفس أرتوب A اللي هو 3. نأخذ هذا القياس، نرسم القوس، ثم قياس آخر، ونحصل على ما نريد. هذه النقطة B. نقطة E ذات الإحداثيتين 5 و ناقص 2. غادي نبدل اللون، نستعمل الأحمر. الأفصول قلنا 5 والأرتوب ناقص 2. القوس الأولى التي من خلالها سنحدد مكان النقطة E، ثم القوس الثانية، والآن حصلنا على النقطة E ذات الإحداثيتين 5 و ناقص 2. نمشيو ل F النقطة الأخيرة، أفصول ديالها هو ناقص 1 وأرتوبها هو ناقص 2، يعني نفس أرتوب E. القوس الأولى ثم القوس الثانية، وهكذا أنهينا عملية تمثيل هذه النقط. نمشي للسؤال التالي. قيل لنا بين أن المستقيم AB يوازي محور الأفاصيل، وفعلا نشأه تلقاه يوازي محور الأفاصيل. دروكا غادي نثبتوا هذا الأمر. كيف سنبين ذلك؟ انظر إلى النقطتين A و B يجمعهما شيء واحد، ما هو؟ نعم، هذه النقطتين لهما نفس الأرتوب 3، بمعنى أن النقطتين A و B لهما نفس المسقط العمودي على محور الأراتب،
اللي كاين هنا واحد الزاوية قائمة، تفقين؟ بمعنى أن المستقيم أبي عمودي على، نعم عمودي على المستقيم أوجي، ونعلم أن المستقيم أوي بدوره عمودي على المستقيم أوجي. ماذا نستنتج من ذلك؟ نعم نستنتج من ذلك أن المستقيم أبي يوازي المستقيم أوي، واضح؟ ثم قيل لنا استنتج أن المستقيم أف يوازي المستقيم أبي. احنا غادي ننشئو المستقيم أف، ها هو. كيف سنثبت بأن هذين المستقيمين متوازيين؟ نعم المسألة بسيطة، بنفس الكيفية باش برهنا بأن المستقيم أبي يوازي محور أفاصيل، غادي نبرهنو بها بأن المستقيم إف يوازي محور أفاصيل. إذا المستقيمان أ و بي، أ بي و إف يوازيان نفس المستقيم أو إي، وعليه فإنهما، نعم وعليه فإنهما متوازيان طبقا للخاصية التي تقول ما يلي: إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فكل مستقيم يوازي أحدهما فهو يوازي الآخر. أعيد هذه الخاصية: إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فكل مستقيم يوازي أحدهما فهو يوازي الآخر. يلا نكتب هذ البرهانين لنبين أن المستقيم AB يوازي مستقيم OE. عندنا A و B لهما نفس الأرتوب 3، إذن A و B لهما نفس المسقط العمودي على أوجي، أي محور الأراتب، وبالتالي فإن المستقيم AB عمودي على المستقيم أوج، ونعلم أن المستقيم OE بدوره عمودي على المستقيم أوج. إذن المستقيم AB يوازي المستقيم OE بين قوسين حسب الخاصية. نعود نذكرك بها شفويا: إذا كان لدينا مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فإنهما متوازيان. سي صغيرة، لنستنتج أن المستقيم AB يوازي المستقيم EF. نعلم أن المستقيم AB يوازي المستقيم OE، وبنفس الكيفية ما كناش نعود البرهان، نبرهن أن المستقيم EF يوازي المستقيم OE، لأن النقطتين E و F لهما نفس الأرتوب. إذن EF عمودي على محور الأراتيب، وبالتالي فهو يوازي محور الأفاصيل، وعليه فإن المستقيم AB يوازي المستقيم EF بين قوسين حسب الخاصية. إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان فكل مستقيم يوازي أحدهما فهو يوازي الآخر، وانتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية برج الزيتون مراكش. إلى اللقاء.